اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من سوق الجملة للخضر والفواكه. مشاهدينا نحل عليكم هذا الصباح من اجل ان نعرفوا فين وصلت أثمنة الخضر وخصوصا مطيشة او الطماطم اللي خلق الحدث مؤخرا، وزيد على عدد من الخضر الاخرى اللي عرفت كذلك الغلاء. كاين اللي سمعنا انه السبب للغلاء ديالها هو التصدير، وكذلك توجيه عدد من المخزون الى التصدير، وكذلك كاين عدد من المنتوجات الاخرى اللي ارتفعت بسبب قلة التساقطات المطرية. زيد على ذلك الارتفاع ديال اسعار البنزين والتنقيل ديال هذه السلع هذه. كما كتشوفوا معايا مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، حنا مع خونا كمال اليوم داخل المحل ديالو هنا برشيد، بو عطية هنا في سوق الجملة. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، واللي غنعرفوا معاه وغادي نحاولوا نسقسيو على مجموعة ديال الخضر واللي جينا عنده، لأنه كيبان لي أنه منوع، يعني غيعطينا واحد الفكرة على مجموعة ديال الخضر الأخرى. سي رشيد مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. سي رشيد 250 درهم من الصندوق ديال المطيشة، ما تسنيناش هذا الثمن هذا، كنا كنتظروا انخفاض، كنا كنتظروا يعني غتزيد تهبط من بعد الشتاء ومن بعد هذا الشيء. فين واصل الثمن اخويا؟ عطيك قربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للطماطم وياك السيد قال لك الذهب الأحمر. بالنسبة للطماطم هو حديث الساعة حاليا. نعم. بالنسبة للطماطم يعني السوق ديالها راه باين يعني في من لاسوق ديالها منين تجي يعني من مدينة أكادير. يعني مدينة أكادير تتراوح الأثمنة ديال الطماطم، واخا كاين اختلاف ديال الأنواع، يعني ما كاينش نوع هو ديال اللي يدير 250 درهم. كاينين انواع اللي شويه ناقصه، كاينه المويانه، كاين السوريز، كاين في عده انواع كل وحده والثمن ديالها. وحنا غادي تجي معايا خويا رشيد. مرحبا بحال مثلا السوريز شحال دايره دابا اليوم؟ بشحال صافها السوريز؟ السوريز اليوم الصندوق تتراوح ما بين 150 درهم. هذه اكادير. اكادير كاع المنتوجات كامله ديال المدينه اكادير. 150 درهم. 150 درهم اكادير. لا هنا. هنا بالنسبه لاكادير تتراوح ما بين واحد 130 140 درهم بالنسبه لاكادير. وهذه المويانه؟ هذيك المويانه تتراوح ما بين 200 درهم. هذه 200 درهم. 200 درهم. اذا هذه بشحال غادي تخرج للسوق للمواطن؟ واحد 8 دراهم. 8 دراهم هكاك، 8 7 دراهم هكاك باش يخرج الخضار عاوتاني. وكرو تتراوح الثمن ديال هذيك بمدينه اكادير واحد 180 درهم. هذه؟ هذه 180 درهم. 180 درهم في مدينه اكادير. اذا يعني تقريبا ترونسبور هذا كل شيء بمصاري. يعني حاليا راه الشيء حاليا التاجر راه ما مستافدش من الغلاء ديال الطماطم، تيقول له التاجر راه ما مستافدش. نرب حرا كيما تيقول تيتكافى مع الترونسبور، تيتكافى مع المسائل ديال العشار ما سميتش، وزيد الخدام وزيد حقاش. فاش تكون غاليه ما يمكن لكش، انت غادي هي كيما قلت مطيشه دايره واحد الثمن خيالي تما، ولا جيتي حنا تزيد فين غادي يوصل المواطن؟ الى قلنا هذه مثلا هذه هي انزكان 180 درهم. 180 درهم غتزيد عليها انت تزيد مصاريف. واحد 20 درهم غادي توصل. انت باش مشيتي باش مشيتي وباش تجي المصاريف راه 220 220 ولكن لو قلتي 220 غادي تجي الثمن خيالي بالنسبه بالنسبه لهذاك الخضر، وغادي تجي الثمن خيالي بالنسبه للمواطن اللي غادي يشري على برا. وحاليا بالنسبه للسلعه ديال 4800 4800 اليوم راك باين الاسواق، راه الثمن ديال الاسواق راه باين. يعني اخر كلشي راه تيدوز في تي في تيدخلوا هذه لا كاليتي دابا. لا كاليتي ماركه هذيك. هذه بريميان كاليتي كما تنقولوا حنا، بريميان. شو هذه النباته؟ هذه دابا تقريبا 4800 عند الفلاح. هذه في اكادير حنا حاليا تنسقطوها في مدينه مكناس 250 درهم. حنا الا ما تقاتلتيش مع الفلاح تما على واحد 10 درهم تزيد تحيدها له ولا 5 درهم، يعني راك حتى المحاوله انك باش تجيبها للمواطن ما تقدرش.
يعني حاليا راه كاين الاكراهات. كاين الاكراهات الشديده دابا حاليا التاجر في واحد الحاله راه كما قلت حنا راه كما قال التاجر ما بين المطرقه والسندان، المطرقه ديال الفلاح والسندان هو ديال المواطن، يعني اللي ما عارفش ديال الخضر ما عارفش القيمه ديال القيمه الاولى ديال الكفاح اللي تيكافي التاجر عليه راه ما عارفهاش، راه في الخفاء داكشي راه كون يجيو يطالعوا راه الله يحسن هو راه كاين شي مرض 240 يلاه 1000 فرانك شنو فيها الفرانك تقريبا؟ دابا فيها ترونسبور فيها خدام حنا كاين المهم شي مرات كيما تقول فاش تكون شويه السلعه شويه تيكون بنادم تيلقى منك شي مرات السلعه راه اللي جات تجيك الفياج راه تتغمض عينك تتمشي لك عشان غادي نسولك مرحبا سلع اخرى وهذا هو الجميل هو انه كاينين الصندوق ديال الفلفله شحال داير؟ الفلفله حاليا هذيك تتراوح ما بين 5 دراهم 5 دراهم الجمله كابي الجمله مزيان حامض الحامض شويه رخي دابا 3 دراهم تيدير الجمله 3 دراهم 3 ونص حاجه مليحه هذه ديالها كادير اما الحامض راه وصلت حتى ل 2 دراهم السلعه ديال البلاد ديال ما فيها لا ما لا والو ناشف نعم الخيار الخيار تيتراوح ما بين 3 ونص 3 4 دراهم على حساب الجوده والنوعيه الكوس هذاك هاد السلع دابا تقريبا خويا رشيد وين كتدخل هذه؟ هذه كامل هذه السلع كاملة تدخل من مدينة أكادير كلها سلعة أكادير أكادير والنواحي وهنا مكناس شنو كتنتج خويا؟ وا مكناس عندنا في مكناس عندنا البصلة عندنا البصلة عندنا بطاطا وفي الصيف عندنا عاوتاني البواكير عندنا العنب عندنا الخوخ عندنا الشهدية عندنا المشماش يعني منطقة راه تتزخر هي منطقة فلاحية هي بهذه المنتوجات الخضر خلي لحقاش تطلب معايير خاصه معايير دوله خاصه لي سير خاصه بزاف ديال المسائل خاصه امكانيات عاليه وخصنا خاص كما تيقول لك الفلاح يكون استثمروا فيها الاستثمار الاستثمارات يعني يكون كان اكادير سباقات في هذا الشيء وراه سباقه من منذ القدم دابا معروفه مدينه اكادير تبارك الله تتزخر بالمنطقه كامله تتزخر بهذه الانواع تبارك الله تبارك الله رجعوا معك خويا رشيد للدجاج شحال ديال الدجاج؟ الدجاج تيتراوح ما بين 3 دراهم 3 ونص الجوده العاليه 3 ونص 3 دراهم حاجه عاديه الثمن مناسب الثمن مناسب اثرت على التساقطات الاخرى شويه تاثرت هي عاونت هي ساهمت هي في ارتفاع الاسعار بقات التكلفه حقاش التكلفه دابا تزادت على الفلاح يعني شحال الفلاح شحال هذه كان تيتسنى الامطار من عند الله دابا التكلفه تيزيد انه كما تيقول لك هذاك الموتور اللي غادي يحرك باش يطلع الماء خاصو الغازوال الغازوال كان تيدير كيستعمل البوطه ولا الغازوال هي كما قلنا هذاك راه مورد طاقي كما تنقول اما الغاز اما البترول خاصو يجبد باش يخدم دابا حاليا اللي كان عنده الموتور ديال الغازوال راه تيمشي كان شحال هذه 8 دراهم 8 ونص شويه الفلاح تيقول لك راه تطيح ولكن دابا 11 درهم ولا 11 درهم وتزاد راه تزاد التكلفه راه واحد 2 درهم ولا 3 درهم في يطرو ما تزادش والفلاح تيستهلك ما نعرفش شحال يطرو يعني الا جاي ديماري الموتور من الصباح حتى العشيه غادي تستهلك السلسله ديال الانتاج كامله تزادت فيها تزادت عرفت الزياده راه من عند الفلاح وهي غاده توصلت للمواطن راه ماشي اللي كينبت هذاك اللي كيضرب الصافه من الفلاح الصغير كما تنقولوا من هذاك الفلاح الصغير يجي وخرج عندنا الموقف الانتاجيه عرفت واحد عرفت واحد التزاينات تخربقات تخربقات نرجعوا للفلفله مرة أخرى هذه أخويا تي هذه راه الراس تبارك الله لاريكو لاريكو تتوصل دابا ما بين 12 درهم 10 على حساب على حساب الجودة تنقول لك دابا وصلنا 15 جملة هذه اليوم بعناها ب 13 جملة 13 12 باش بعناها والبنان هذا البنان ديال أكادير شحال داير؟ دابا حاليا تبارك وصل 7 دراهم 7 دراهم جملة وفدير في مدينه اكادير 6 دراهم جمله هنا في مكناس تيتباع سبعة يعني درهم راه فيها المواصله فيها الترونس فيها لي فري ديال الخدامه وفيها واخا التجار ديال مكناس ما كتطمعوش بزاف والله ما تنطمعوا بالله والله العظيم الا دراوش خاصو والله العظيم نمسك كي البيع كيشو مع الدرويش قسما بالله كون جيت غير شويه الا شي كاينين شي نماذج شي خدام راه يبقاو فيك الا تنعاونوهم الا كما قال لك الا في سبيل الله تعالى بقاش زدنا حنا من هذيك الحرفه وعارفين القيمه ديالها يعني تنحسوا بهذاك الخطار علاش؟ لا خصوصا خاش ما جيناش كما قلت لك انا بسيرتي تنهضر معاك انا ما جيتش بهذا المنطلق انا دوزت البيزون الصغير عارف الحراره اللي تدوز هذاك الخضار وهذا في ذاك المباشر اللي تيكون معاه الكونتاكت مع الكليان دوزناه دوزتو راه واحد الكليان مسكين اللي جاي مع الفرانك دابا ديك التجربه مدوزها انا تقريبا شي 15 ولا 16 سنه مدوزها الطبله ومدوز الميزان الصغيره يعني ايه بنينا ماشي جيت يعني هذاك الخضار فاش يجي عندي تنعرف المعاناه ديالو حقاش عانيت
وتنحس دابا كاين شي واحد والله العظيم نبيع له السلعه بثمن باش داخل علينا حسن علاش تنعرفوا مع دابا بزاف دابا تهضروا بالخضاره يعني راك عرفتيهم يعني تتعاشر مع الاسم باش تتعاشر معاه تتعرف تتعرف الحاله ديالو راه سيتياتي حتى انت راك تبقى مواطن مواطن تيراتي ماشي بحال وتنجزي حاجه دار الوليدات تدير ديك على قلبك راه اللي ضراتك تضر الناس دابا انت المواد الاساسيه راه انت واكلها واكل الله صاحبي بحال بحال لا والو وحده باش طيب لما كان الزيت وكان زاد الزيت والعطريه زاد عطاك الله مرحبا الله يبارك فيك القرعه شحال دايره القرعه تتراوح ما بين 5 دراهم 4 يعني في الغلاء ديالها كاع تتوصل ل 6 دراهم فاش تكون يعني الثمن ديالها مناسب هذه هي هذه غرباويه لا ديال ديال اكادير انا تنستعملين مناطق هي السلعه ديالها ديك اكادير كامله فينا لا ديال اكادير حتى هي اكادير ولا القرعه ديال الامازيغ ولا القرعه يعني سوسيه سوسيه شحال واصله هذه هذيك دابا حوصلها 6 درهم حاليا 6 درهم تبارك الله عليك خويا رشيد كريم تنبغيو نقولوا غير عطينا غير واحد الفكره واش من رمضان غنبقاو غير بهذه الحالات فينا ونتمنوا من الله الخير حنا كما قال لك حنا مازالين تنتراقبوا ونتمنوا من الله الخير ونتمنوا رمضان مبارك سعيد للجميع طب الامه الاسلاميه والمغاربه خصوصا ونتمنى من الله من هنا رمضان ان تتقاد الامور باش المواطن انه الدرويش المواطن وهذاك الدرويش راه حنا التراب ديال الدراويش حنا راه حنا التراب ديال الدراويش ونتمناو حنا ولاد الشعب ونتمناو الخير لهذا الشعب ولاد الامه كامله ونتمنى من هنا ان شاء الله من هنا رمضان يكون واحد الانخفاض في الاسعار ويتقاد باش هذاك المسكين يلقى باش يدير هذيك كما يشرب هذيك الزلابه ديال الحريره اما الا بقى راك راه المسكين تيعيش يقول لك شنو راه شربت واحد الزلابه ديال الحريره في رمضان وشبعت وخرج ولا كانت الزلابه تقام عليه بها راه لا اله الا الله نتمنى من الله الخير لا نتمنى من الله الخير 240 الحبس داير 300 زيد عليها مطيشه زيد دقيق حتى هو تزاد نتمنى من الله الخير نتمنى من الله الخير غتولي غلا من لافوك نتمنى من الله الخير شكرا لك العفو يلا شكرا شكرا لجميع المشاهدين شكرا ومن خلالك كنوجه تحيه لكل تجار سوق الجمله هنا بالعاصمه الاسماعيليه مكناس مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي وغادي نكملوا معكم الجوله ديالنا وغنحاولوا نقربوكم من مجموعه من الاجواء هنا داخل السوق كما سمعنا فالتجار هنا ديال السوق كي كي كما قال الشريف يعني حاسين بالدرويش ما كيطمعوش في الرباح بزاف فهنا كنشوفوا معايا الباربه الحمد لله الخيرات موجوده على المباشر مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي ولو الارتفاع في الاثمان اللي عرفته مؤخرا ولكن كنعرفوا انه العالم ككل الان كيعرف تطورات كبيره كاين الحرب اللي قائمه الان ما بين روسيا واوكرانيا وتاثيراتها على السوق الاوروبيه وعلى السوق العالميه ككل فهذا الشيء احنا كنبقاو احنا كدوله في المنظومه الدوليه فاحنا غادي نتقاسوا شئنا ام ابينا لا في الارتفاع ديال الاسعار غنسولوا الشريف ونرجعوا عاوتاني معاكم الخضره وخليونا من داك الشيء الدولي نرجعوا عاوتاني داك الشيء اللي كيهم طاجين نعم خويا سي عبد الغني سي عبد الغني مرحبا ابراهيم معكم مرحبا خويا خويا شحال ديال الشيفرون؟ شنو خويا تيبيعو ب 50 درهم 50 درهم الصندوق الصندوق بلا ميزان بلا والو موجود بخير خير موجود الحمد لله الباربا شحال دايره؟ الباربا كاينه 40 درهم 50 درهم شاي 40 درهم الصندوق بلا ميزان كون ترجلات حتى هي بحال ما الله عارف ماشي اللي غاليه شويه دايره الثمن لا لا انا غير شي بلا وخي الزوج خاصها ترجل معاك لا لا بارك الله غير دويش ميا سامي بالله داكشي اللي الخيار الخيار خويا كاين 3 دراهم باش نبيع تقريبا داك هو الثمن اللي كنصور هذا كاين 30 حتى 40 حسب السلعه 30 30 ريال 40 ريال الكيلو على حسب هنا باش يتباع في المارشي 30 ريال سهل وسخر شحال تيبيعوا السخر تيبيعوا غير ب 80 70 ولا ما نعرف تيبيعوا كاين شويه تراجع لا شويه هبطت شويه لا شويه دابا السيمانه المرشه اللي غاليه شويه المرشه الفلفله والدنجال شنو تقول للمغاربه بهذه المناسبه ديال رمضان في ايوا الله يدخلنا هذا الشهر المبارك يكون شويه مزيان ويخلوا المواطن شويه يرقصوا الثمن خافين ياكل غادي مخصحه الدعوه شويه هذاك الشيء ما كاين ما تدخلش هذاك الشيء اللي كاين ايوا اش غادي تما غادي راه غادي راه سميتو بدا مخصح مخصح بنادم لا سلعوه لا حفظك شكرا بارك الله فيك الله يبارك فيك علينا وعليك مشاهدينا متابعي
مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في وكما كتابعوا معنا وعلى المباشر مازال غادي ناخذوا الاجواء هنا في السوق ونشوفوا معنا كيفاش كيدوزوا هاد الناس التجار والخضاره واللي كان سبق لنا اكثر من مره كنجيو باش نعيشوا معاهم الاجواء هنا والظروف. خيزو شحال داير الشري؟ خويا بعنا كتعيط لينا مرحبا نعم خذ بنا 30 ريال 30 ريال غادي 30 ريال 26 ريال باش بعناه هذا ديال الغرب هذا غرباوي غرباوي هذه 30 الخير طيب الحمد لله والله الحمد لله ديال الناس المساكن المكور 30 26 30 26 الحقوق 50 ريال 50 ريال هذه السلع ديال الغرب ديال الغرب الحمد لله ماشي غرباوي الحمد لله غرباوي هادشي باش بعناه ولف 30 ريال حتى هي راه ولف 30 ريال هادشي اللي كاين اذا شحال غتوصل عند الكليان عند المواطن ايوا شوف على حسب المناطق راه هذاك تبيعوا كاين اخويا شركه شنو القيمه ديالك للمواطن والحمد لله الخير راه موجود السلعه ديال المكناس لا ديال المكناس السلعه اللي موجوده هنا ديال اكاديس هي اللي غاليه اما ديال المكناس الحمد لله رخيصه الحمد لله رخيصه الحقوق 50 ريال تبارك الله المليح هذا شوف المليح الحقوق هذا السري عادي ب 50 ريال باش نبيعو ها اليوم ما بعناش خيزو هو في 30 راه هو في 70 الحمد لله الخير موجود خير موجود الحمد لله الخير موجود جنوبي وجنانه وما طاش ايوا هادي هما اللي غادي يجي من اكادير وراك عارف داكشي ديال المازال طالع الحمد لله شكرا لك الله يصحى الراحه الله يسهل الامور مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي مازال جولتنا استاذي تحياتي مازال جولتنا مستمره معكم هنايا والجميل هو انه السلع كتوصل طريه كما كتوصل كتدخل هنا للسوق عند المواطن وباش توصل كذلك طريه ولو انها من اكادير فتحيه لكل مستعملي الطرق والناس ديال الشاحنات اللي كيجيو تبارك الله عليك الناس ديال الشاحنات اللي كيتحملوا الطريق وكيجيو لهنا للسوق وكيوصلوا السلع في احسن الظروف اجيو نشوفوا القرعه كورجيطه اش دايره مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في وعلى المباشر دائما كما كتشاهدوا معايا كما قلنا الطراوه السلعه باقا يعني كما كما يعني تبارك الله شحال دايره بالنواره ديالها وهذا هو الجميل وكذلك باقا زريعه جديده سيدي محمد محمد الليمون كذلك كما كتشوفوا معنا فهذه سي محمد مرحبا بك خويا مرحبا بك معنا شوفوا شحال داير الكورجيت تبارك الله الخير هذا كورجيت اخويا كاينين جوج ماركيز كاينه هذه تتباع ب 4 دراهم حتى 70 ريال وكاينه عاوتاني من عندنا من 50 حتى 40 السلعه على وجهها شحال دابا دايره؟ اللي من 4 دراهم ل 70 ريال 4 دراهم 70 ثمن جمله هذا شمن سلعه منين غرباويه غربة من الغرب الناحيه ديال الغرب كاين مقل منها كاين مقل منها شحال دايره كاين ما بين 50 60 دابا حنا راه دابا حضر يكعاو علينا الخضاره دابا كنورقوا شنو يعني كانوا ايوا دابا هذا الواقع لا هذا الواقع هذا الواقع الواقع تنهضروا فيه نعم دابا السلعه على وجهها ماشي بشحال بشحال هذه دابا هذه السلعه ديال الغرب مثلا هذه واش عرفات الزياده عرفات هي الزياده مؤخرا ضروري السوق ليها البارح كانت دايره 80 درهم في الغرب 80 درهم 70 درهم دابا هنا بشحال دايره الصندوق اليوم عاوتاني صباح دايره 60 درهم 60 درهم لا في الغرب في الغرب الغرب هنا دابا هنا تقريبا الناس بشحال غتصرف انت بشحال غتصرفها للناس الخضار البسيط ايوا على حساب السوق شنو عطاك؟ ما كطمعوش بزاف قال لي كديروها شي بركه شي بركه لان الغلا راه بلوكاج مبلوك يا سلام الغلا ما كاين لا بيع لا شراء الغلا هادو واش مستفيد منه ولا والو ما كاينش استفادة شنو الاستفادة؟ راه السلام بلوكي انت جيتي الى غفله لقيتي انت كل شيء باقي مبلوكي كاين لا بيع لا شويه الغلا حتى تكون الثمن مناسب راه السلعه تتخرج حتى المواطن اذا دابا تكون تلسيل دي مثلا 10 صنادق كيولي يجي مسكين غير السلعه داك الشيء اللي كاين الغلا هو اللي تيجعل بنادم تيتبلوكا ما يقدرش يدير اكثر شكرا لك سيدي محمد ليمون شحال داير بعدا من 30 ريال باش بعناها سيدي عبد العزيز غرباوية ضروري ياك شحال دايرة؟ 30 ريال 30 ريال الصندوق 50 درهم 45 تقريبا بحال هكا هذا هو الشيء شكرا لك سيدي محمد كنوجه لك تحية دائما مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي مازال الجولة ديالنا مستمرة هنا داخل سوق الجملة كما كتشاهدوا معنا
منشورة. خويا الحمالة خصك تعطيهم واحد الوقيته. أنا معاك أحبيبي أنا جاي. فتحية للعمال، تحية للعمال ديال السوق. أنا جاي نسالي وجاي نسالي وجاي. مرحبا. تحية للعمال، تحية للعمال اللي كيشتغلوا هنا داخل السوق مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي وعلى المباشر. يلا معاك. نعم. هو دائما على المباشر مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي. اجي نشوفوا جلبانة اللي دايرة الراس حتى هي. ياك اخويا طالعة السقف. ياك اخويا والو نشوفوا جلبانة فين واصلة اليوم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي. واخا واش هادي وقيتها ولا ماشي وقيتها غنسولوا الوقت هادي نسولوا الحريفية الشريف ديالي. السلام عليكم. تحياتي لك. سؤالنا لك يعني شحال واصل اجي معايا هنا عفاك اجي معايا هنا شحال واصله شحال واصله جلبانه؟ جلبانه اخويا كتلعب ما بين 8 دراهم و 7 دراهم. جمله هذا الجمله. ولكن لاحظت انك انت داير واحد الخدمه زوينه. كنخدم بهذه الطريقه. كنخدم بهذيك الطريقه باش اللي بغى شي 10 كيلو بغى 15 كيلو كتجي سهله وفي البيع ديالها عاوتاني هي كيبيعها طريه كيبيعها جديده للدخنشة كتجيه كبيره. كبيره ويقدر ما يزعمش عليها كاع. ما يزعمش عليها وما يديهاش كاع وعنده الربح. تقريبا شحال غتطلع خنشه؟ الخنشه داك الشيء على الوزن ديالها كاين اللي فيها 54 50 هادشي اللي كاينه. يعني حتى 60000 فرانك هذا 7000 8000 على حساب الوزن. هذه سربات؟ هذه اخويا كنقولوا حنا سربات. نعم. شنو المنطقه؟ هذه منطقه ديال السبت ديال السبت جيت فاس. جيت فاس؟ اه. واش ما بين فاس والصفر ولا؟ لا من فاس لهنا. نعم. واش شنو هاد الغلاء شنو تقول للمغاربه على هاد الغلاء اللي واقع؟ هاد الغلاء هادشي ديال الله هادشي ما دايروش شي واحد الا الله سبحانه. شكون اللي غادي نقول للمغاربه اش غنقول لهم؟ الامر ديال الله المطار ما كاينش هادشي ديال الله سبحانه. ما يقدرش التساقطات المطاريه الاخيره واخا يكون لنا دابا الوقت مشى شي شويه. نعم تحركات شي شويه. لا دابا الوقت مشات واخا تطيح شي شتا اللي باقا حيه راه غادا تعتقها ولكن اللي مات راه مات. شكرا لك حبيبي. مرحبا. الله يحفظك ليا بارك الله فيك. ودائما باقى جولتنا مستمره مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي داخل تبارك الله الخضره. شو البطاطا نشوفوا نمشيو نكملوا مع الناس ديال الطماطم وماطيشه ونشوفوها فين واصله. 250 درهم 240 درهم باش خارجه اليوم منين نجيها خرجوا من هنا. مشاهدينا غادي نجيو للبصله وهذه بلادها وهذه بلاصتها وحنا كنتواجدوا بمكناس الحاجب كيكو سير من هنا تلبولمان كما كنقولوا افران. هذه المناطق كلها مشهوره بزراعه البصل واول منتجي البصل على المستوى الوطني والافريقي ان صح التعبير والدولي كذلك. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي غادي نشوفوها حتى هي فين وصلت. قالوا لي راه دارت كرون ولكن غنعرفوا كيفاش القضيه ديالها. شكون هو البصله؟ خويا من البصله؟ السلام عليكم. نعم غادي شوف فين هو ذاك. شحال واصله بعدا شحال واصله؟ شحال دايره؟ كاينه 5 دراهم 4 ونص حتى 5 دراهم 4 ونص جمله. نعم اذا الصندوق ديال 28 كيلو 29 كيلو غادي يدير واحد 140 درهم. 140 درهم نعم حتى البصله تزادت. نعم وهنا غادي نسولوا نحاولوا نسولوا احد الفلاحين احد التجار شوفوا واش الفلاحين مستافدين من هذا الثمن. وغادي نحاولوا ان شاء الله مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي وماشي غنحاولوا كنوعدكم انه غتكون تغطيه من مزارع البصل مباشره وغتشوفوا كيفاش كتستوكا وكيفاش هاد المنتوج هذا الان يعني اللي كيخدم عدد كبير ديال الناس هنا لا هو لا البطاطا لانه هادو هما المنتوجات تقريبا الوحيده اللي كتنتجهم المنطقه هنا ديال المكناس والاقاليم. احنا غادي احنا كنسولوا عليها. الله يحفظك. كما سمعنا 4 دراهم 5 دراهم ونص. اجي نرجعوا للمطيشه انا باقي المطيشه اللي خلعاني غادي نجيو لها عاوتاني ونشوفوا اشنو واقع فيها. السلام عليكم. مول البصله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كي دايره البصله اخويا؟
اخويا البصله الاقليم ديال مكناس راه هو هو اللي تيفورني على المغرب كامل. الاقليم ديال مكناس راه هو اللي تيفورني على المغرب كامل. نعم. والا غلات شي حاجه في هذه البلاد هذه حنا راه بلاد فلاحي كل شيء عنده معلومات وكل شيء الشعب كامل كل شيء ولا واعي وعارف بين راه. البصله موجوده. البصله كاينه اللي ياكل المغرب من هنا حتى شهر 6. اها علاش غاليه؟ غاليه لحقاش مال الفلوس اللي تيصدروا لبرا والسطوك لا السطوك يا ما تبقاش تغلطوا الشعب. السطوك البصله لا كنسولوك انت اشرح لي. حنا انت كصحفي حنا كنسولوك انا ولد الميدان تنهضر معاك البصله بحالها بحال التفاح. الا جينا نقلعوا ذاك المنتوج اللي غادي ناكلوا فيه عام ونبيعوه بجوج دراهم نوليو نشريوه واقيلا من اوروبا ب 3 اورو ولا 4 اورو. البصله ضروري خاصها تخزن والتفاح ضروري خاصو يتخزن. هادو ضروري ستوك باش يبقى المنتوج المغرب تياكل في ذاك المنتوج العام كامل. الغلاء اللي وقع هذا العام هذا بزاف ديال المنتوجات هو انه التصدير كاين الثمن على برا وما كاينش الاحتكار. لا ما كاين لا احتكار لا والو. علاش ما كاينش الاحتكار اوسي الفريكوات دابا ما عامرينش بالسلاح ويخرج لك ذاك السلاح ما تنفيش عاوتاني حتى انت. لا ما تنفيش تقول لي ما كاينش انت كصحفي واش تهضر معايا كصحفي ولا كمهني؟ كصحفي واش كاين كصحفي اجي نهضر معاك ذاك الفريكو اجي دابا نجيبك هنا في السوق دابا نقول لي واش كاين احتكار ولا ما كاينش؟ ما كاينش احتكار ما كاينش احتكار اجي نهضر معاك دابا انت غير عايش كمهني انتيا واخا بشحال شريتي التفاح فوق التفاح؟ ديال الميدان ديال التفاح 6 دراهم 6 دراهم هكاك شحال هذا هو مخزون فوقاش الموسم ديال التفاح شهر 9 شهر 9 اه حتى لفان شهر 10 فهمت شهر 10 هكاك انت دابا انت غامستهلك ونمشيو معاك على حساب هضرتك شريتي انت ب 7 دراهم اييه المنتج هذا راه خزنوا لكم شهر 9 قاتل عليه الفريكو 2 دراهم ديال البرد ديال الريح دالوا الفريكو 20% من الطوناج الا دخل 1000 طن تيجب دغيا 800 طن ودابا انت قلتي فمك شريتي ب 7 دراهم اجي شري لك انا هنا ب 7 دراهم 8 دراهم حاليا حاليا دابا فين هو الاحتكار هذه الضيعه ماشي الاحتكار واش فهمتي وفي نفس الوقت راه كاين سلاح ماشي اسمع لي الناس اللي تستورد من برا تنهضر تتهضر لي انت على 10% ولا 5% تفاح العراسات ولا التفاح اللي تياكل الشعب هذاك راه التفاح المناسبات حنا تنهضروا على التفاح اللي تتاكلوا انت وانا وانا واللي تنديوه لاولادنا وتلقاه في المحلابه اما التفاح اللي تيتحط في الميدا في العراسات هذاك راه تيشريه التريتور هذاك هذاك عرفناه دابا فهمتي دابا الهضره ديالي نرجعوا معاك للبصله مره نعم اسيدي انا هاد الاسئله اللي سولتك عرفتي علاش سولتك بحال كوتش اي باش نوضحوا حتى المواطن تيتوضح له بزاف المسائل نعطيك مثلا مطيشه مطيشه نعم راه باقا معلقه في الجدره ديالها ناكلوا فيها حتى شهر 5 واش مطيشه ما كايناش تنجيبوها من برا اييه ولاني اسمع لي ولاني المنتج جا عنده واحد تيبالي تيصيفط السلعه للخارج وعطاه 30 فرنك عطاه 300 درهم في الصندوق خلينا غير نهضروا مع على دابا بقى كامله في المغرب الله يضع على مطيشه لحقاش حنا هنا تنحسبوا السلعه غاليه هي فاش تفوت 6 دراهم و7 دراهم تتولي تنقولوا غاليه نمشيو حنا نهضروا على السلعه اللي دايره 10 دراهم و7 دراهم مطيشه مثلا الفلاح ما تيتلامش لحقاش ماشي في الصندوق باقا عند الفلاح مطيشه الفلاح ما تيتلامش انا جيت عطيته 100 درهم الصندوق باش نصير عليه 20 درهم ولا 30 درهم ندير 2600 جا داك اللي تيبان ليه للخارج وعنده الكونترا باش السوبر مارشيات جا عطاه تما 25000 فرانك عطاه 5000 ريال في الصندوق غادي يهضر معايا انا دور شوف شو واش شي واحد زعم وجاب شي كاميو دور معايا دابا السوق كاميو ما دخلش المكناس هنا في واحد الاتجاه ديال المضاربه هنا ولات كيزيد مضاربه ماشي المواطن مع المواطن المواطن على التجار الكبار وزاره الفلاحه اللي دايره هذا الشيء هذا ما تنهضروا اما هاد الخضاره هادو اللي هنايا اسمع اسمع حنا تاع الموسي توفيق حنا نهضروا حنا خضاره راه كنحطوا رزقنا هنايا غير الكلمه ديالي حنا نهضروا على شوف حنا السيد هذا اسمع هاد السيد هذا الموضوع ما تيهضرش عليه نهائيا حنا نهضروا على لا لوا الدوله نهضروا على السي توفيق حنا على الدوله راه هي اللي دايره هاد الشيء السي توفيق راه وزاره الفلاحه راه هي اللي دايره هاد الشيء هذا واش فهمتي ولا ما فهمتيش هذا هو اللي بغيت نعم اجي نكملوا على ما
الطماطيشة مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تي في. إذا هذا الغلاء خويا اللي عرفاتو مطيشة الغلاء ماشي مضاربة، لحقاش مطيشة غير نكملوا على مطيشة لا غادي نتلفوا الهضرة. لحقاش مطيشة ماشي سلعة اللي تتستوكا، مايمكنش المضاربة يدخل ليها باش أنا نمشي نضرب في مطيشة وهي تتخماج على ثلاث أيام. كيفاش هاد المضارب غادي يضرب في مطيشه وهي تسخمج على ثلاث ايام؟ مطيشه ماشي المضاربه. ودابا هاد الخضار دابا اللي كيغوت دابا ولي داوي هو كيديها ب 5000 ريال للصندوق. اييه شنو غيصدق مثلا للمواطن البسيط؟ راه هذا هو المشكل. الدوله خاصها حيت توصل، الدوله خاصها حيت توصل لواحد المنتوج يمكن لك الدوله الواقع. اييه الدوله خاصها بحال هذا المشكل ديال هذا راه تيهضر بصح راه من نيته. علاش كان تيدي 10 صناق طماطيشه وتيبيعهم تيصور 100 درهم لولادو؟ دابا مسكين دابا هذا تهضر عليك دابا هذا دابا يمكن لك تهضر عليه المشكل. انا غير نكمل الموضوع ديال هضرت عليه هو ما تيهضروا على الجمله. هذا تيهضر مسكين على كثير. احنا سمعناه وصلنا نكملوا مع السيد. نعم دابا مطيشه خاص الدوله تحمي المواطن بحال دابا حيت تغلى الحاجه وتوصل واحد البلافون. لا ما تخليهاش تخرج لبرا. فهمتي دابا يعني كنصدروا واحد 2000 طن حبس اخويا. حنا اولى بها ذاتي اكتفاء ذاتي. قول اكتفاء ذاتي. قول اكتفاء ذاتي. مثلا مطيشه ما تخرجش دابا في هذه الساعه لبرا. شكرا لك حبيبي ورسالتكم واضحه. كنتمناو المسؤولين والحكومه تلتقط هذه الاشارات. شكرا. بالنسبه لشكون اللي غلاها هي النسبه ديال الشتاء. بان الحريزيه البيضاء ما وجداتش اصحاب اليابسه زادوا فيها لاخاطر البصله مع الشتاء. فهمتيني؟ وشوف هذا المشكل البصله مشكل دارتها الشتاء. مشكل البصله دارتها الشتاء خاص هذيك البيضه ما وجداتش. فاش ما وجداتش صحاب اللي عندهم اليابسه زادوا فيها في الثمن. لقاش عندهم كوموند عليها بينما وجدت اخرى البيضة ما وجدت. اما من الناحيه ديال هاد الخضره لا هاد الخضره بعدا نشوف واحد الملخص. اسمع هاد الخضره غير موسميه الغلاء ديالها رانا المواد الاساسيه اللي تزيدوا فيها وتيخلوها فيكس. نعم هذه رساله واضحه هي موسميه. اسمع شريف اسمع شريف اسمع شريف هنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. من بعد ما سمعنا التجار بالجمله اليوم غادي نسمعوا التجار بالتقسيط. هادو ناس اللي كيجيو يديو بصنايديق بجوج صنادق ثلاثه صنادق باش يصور. اسمح لنا شريف صبر شويه باش هاد الناس يدي واحد 70 درهم ولا 80 درهم لوليداته باش هو يتقدى الزيت والدقيق. فها غادي نشوفوا التاجر الصغير اللي كيجيب معاه 1000 درهم و2000 درهم وكيبغي يجبد منها الرزيق ديالو. اش نسمعوا المعاناه ديالهم حتى هما. شوفوا غير الجاكيطه بعدا الحاله ديال الجاكيطه تبين لكم الوضع كي داير. نعم اولا بسم الله الرحمن الرحيم. اللي خصنا نعرفوا ان التاجر التقسيط اللي كيشريو من سوق الجمله هما اللي في المواجهه المباشره مع المواطن. نعم لان هما اللي كياكلوا العصاب بزاف. لان المواطن ما تيقولكش ولد رضوان ما تيعرفوش ولا ولد فلان ولا ولد فلان. داك اللي كيبيع بالجمله كيعرف العربيه اللي كيبيع بالتقسيط متى ولا الجلالي ولا هذا ولا هذا. تيقول له انتم شفتوا فيه وهذا وهذا. فهمتي دائما هو في المواجهه بحال زعما انت راه انت اللي زارع انت اللي. اما بالنسبه للمشكل العام ديال هذا الشيء ديال اللي واقع دابا ديال المشكل الغلاء ديال الخضر انا تنعتبره متجاوز. علاش؟ النقطة الأولى أن الخضر كتخضع لعرض والطلب. نعم المنطق ديال العرض والطلب. المنطق ديال العرض والطلب. نعم. ما يمكنش شي واحد يحدد سقف الأسعار. ممكن نحددوا سقف الأسعار في الزيت في الطحين في جافيل في المازوط. الطبيعة محكمة. أما الخضر والفواكه كتخضع لعرض والطلب. هل الليمون دابا كيتلاح؟ لا هادو الناس اللي كيهضروا عرفوا شي واحد الاطنان ديال الليمون كيعطيوها للالف كيعرفوا شي واحد دابا المطب ربع نفس السوق واخا هاد الناس اللي كيضيعوا في الليمون يعوضوهم وهذوك الناس الليمون يعوضوا صحاب مطيشه يلا وهنا جبنا التعادل. ولكن بالنسبه لينا احنا التجار ديال التقسيط احنا في مواجهه مباشره مع المواطن وهذا الشيء راه بزاف وحتى السلعه دابا ما متوفراش. احنا جينا تسوقنا مطيشه راه ما كايناش كاع بعدا ماشي غاليه ما كايناش بعدا باش نكونوا واضحين ما كايناش كاع مطيشه. صورنا شي حاجه كاينه شي حاجه واش ما قادينش ولا المشكل ما كايناش المشكل دابا مع المواطن والدوله كتحمل المسؤوليه ديالها فاش وزاره الفلاحه فاش كتحمل
المسؤوليه ديالها في هذا الغلاء نتاع مواد الطاقه ديال البنزين وداك الشيء، لان هو الاضراب الكاميونات، وبالتالي هذا الاضراب الكاميونات راه كياثر على الغلاء. ان الانسان غادي يقبض ترونسبور 30 فرانك راه يقبضوا بواحد 60 فرانك ولا 70 فرانك، يعني اوتوماتيك مورا غادي تغلى. نعم هذا المشكل، هذا هذا المشكل هذا. شكرا لك رسالتكم واضحه، تحياتي لك خويا. انت اليوم جاي للسوق تتقدى ياك؟ شنو جيتي تتقدى اليوم؟ انا ديما هنا في السوق. نعم. انا ولد السوق. نعم. يعني يوميا في المارشي الجمله. نعم. اخويا دابا نهضروا حنا على الغلاء. نعم. ونهضروا على بالنسبه لهاد المطيشه اللي دابا هما اللي دايرين بها دابا هاد الشوهه ودايرين بها، تنحملوا المسؤوليه لوزاره الفلاحه. نعم. بالنسبه لهاد الغلا ديال هاد المطيشه هذه، حنا نهضروا غير على مطيشه. نعم. اللي الناس دابا دايرينها في اليوتيوب وفي الفيسبوك، ولات حديث الساعه، ولات دابا عالميه دابا. نعم. دابا الدوله عندنا وزاره الفلاحه عندها صفقات مع اوروبا. نعم. هي دابا عندنا اوروبيين جايين تيشريوا مطيشه عندنا هنايا ب 30 الف فرانك للصندوق، 6000 ريال للصندوق، تتشري اوروبا كتعطيها هنا للفلاح. يعني الفلاح المغربي اللي غيوصل لنا حنايا مطيشه تاجر بثمن ديال 100 درهم ولا ب 150 درهم ما كاينش. الوزاره الفلاحه خصها تحبس هاد الناس هادو، يا ربي تكافى غير مع المواطنين ومع الدوله ومع الناس تعطيهم هاد المطيشه هادي. علاش كتضرب هي صفقات على ظهر المواطنين وعلى ظهر المطرقين؟ رسالتكم واضحه اخي. شكرا لك خويا، شكرا لك مشاهدينا متابعي. الله يسترك مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في كما كتابعوا معنا. هذه هي مطيشه اللي دايره يعني كما كنقولوا حديث الساعه في الاثناء هذه، واللي كما كنشوفوا حتى بلاصتها ولات نقيه، بلاصتها ولات نقيه بحال حاط بحال حاط الحرير. الله يلا صباح الديسير تاعي. الله يلا دي اخلى من البنات. هذا هو الديسير ديال البنات. ودابا راه فيها الديشي هادي، فيها اسمع انت، هذا راه الشياطه تيخليوها لنا حنايا 4400 في اكادير. هادي هادي ما تديوهاش هما، هادي 4400 هادي كما كنا حنايا. ها سبب الغلاء السي محمد، ها سبب الغلاء. هادي 4400 في اكادير، الثمن شحال؟ الثمن 7 درهم ونص بلاصتها. وهذا الغلاء ديال المحروقات، دابا المازوط ولا ب 11 درهم الكاميون، عرفتي شحال هي؟ 28%. اكادير كنا تنصيفطوا الكاميون ب 5000 درهم، الا حتى ولا الكاميون دابا تيجي تمشي ب 9000 درهم. 9000 درهم كاميون، 9000 درهم تياك لا مازوط. كناس اكادير، كناس اكادير. 9000 درهم كرا كاميون. وعلى بالك على بالك هذا الشيء. هذا سبب الغلاء. المواطن. حتى ذاك الخضار اللي كان تيغوت. هذه كلها غتخرج من نهار خرج المواطن. شويه بشويه. اللي كان تيغوت وخرج على الموضوع ما تلوموش. الله يحسن العوان. ما تلوموش. لا ما لمتوش الشريط، ما لبناش. هذاك هو اللي في وجه هذا المواطن. رسالته هذه قناه الشعب. لحقاش. لحقاش. اش غتبقى انت. اش يشري هذا الخضار مسكين؟ اش يشري؟ تيشري هذا ب 4600 ولا 5000 ريال، خاصو ينقي منها كيلو ولا كيلو. ب 10 درهم تقول له. نعم. ويلي اش غادي نشري انا، ولا تعبر من عنده نص كيلو. نعم. وهو كان الاعتماد ديالو الاقتصاد ديال ذاك الخضار الصغير. نعم. اللاكس ديال الحانوت عنده هو مطيشه، خاصو يضرب فيها 6 صناديق ولا 10 صناديق في النهار باش يصور 100 درهم، حتى ولا دابا تيبيع صندوق تقول لي يا ربي فوقاش غادي نجمع له 5000 ريال. نعم. راه من حقه. شكرا لك حبيبي ورسالتكم واضحه. قول له 5000 حتى تطيح ديك مطيشه للكيلو. ان المسؤول انه ينتقل. بشحال كطيح لي الكيلو باش يعرفوك واحد القضيه. دابا مطيشه شحال فيه من كيلو؟ دابا مطيشه راه اسمها وغادي دوز باش ما نسميوش هاد المعضله اللي كاينه. نعم. لا ما نبنيو ما نديروش ما نلصقوهاش مطيشه. ما نلصقوهاش مطيشه، مطيشه بريئه لحقاش هي غير هادي قبل مشهر كنا تنبيعوها هنا ب 30 درهم في الصندوق، وهي جايه ب 500 ريال صاير، جايه ب 25 درهم صاير بالاكادير، تتبقى 100 ريال. كما واقع الليمون دابا. تتبقى 100 ريال. واش تصيفطها لمول السلعه ولا تعطي بها الخدامه شهرين ولا 3 شهور؟ حنا تنبيعوها ب 50 درهم، 800، 700، 8، 16 ريال الكيلو. نعم نعم. الله يدير الخير. ما خصناش. شكرا لك. تحياتي لك. الله يدير الخير مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، ودائما هو على المباشر. كانت هذه الجوله ديالنا هنا بسوق الجمله والخضر. مشاهدينا كنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كنتم معنا في هذه الجوله اللي كانت جميله واللي عرفنا من خلالها
السوق الخضر فين واصلوا خصوصا بالجمله واللي كان فيها الحمد لله واللي سمعتوا على المباشر بدون مقص سمعنا الكلام ديال كل الفئات للمول الجمله ولا التاجر الصغير وكذلك حاول نوصلوا الرساله ديال هاد الناس هادو ونتمنوا ان الجهات المسؤوله تلتقط هاد الرسائل هذه. ما بقى لي الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والى اللقاء من هنا من سوق الجمله بمكناس.